الفيدراليين ولكن جميع المناضلين ديال الاستفسار لانهم حضور تن اعتذروا نعطيو الكلمه لاي اخ اللي حضر ولكن الوقت يداهمنا الان مع الاخ العطاوي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كل نفس ذائقه الموت وبالتالي كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول. ايها الاخوه ايها الرفاق ايها المناظرون، اقدم الان كلمه اذيني في حق الراحل الحاج محمد بن راضي باسم الاتحاد المحلي للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل وباسم كل المناضلين والمناضلات بجهه تادلا ازيلان. في هذه اللحظه المؤثره نواري سارة جثمان الراحل الحاج محمد بن راضي احد ابناء الوطن الذين عشقوا الوطن بدون شروط وبدون انتظار جزاء مادي. فالحاج محمد بن راضي حضر رطوبة الزنازين السرية منها والعلنية في عهد الاستعمار وفي بداية الاستقلال وفي فترة الثمانينيات، لا لشيء إلا لكونه كان يطوق إلى بناء مجتمع مغربي تسوده قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، وهي القيم التي بقي وفيا لها إلى آخر يوم من حياته. إنك بحق يا راحل رجال في رجل، إنك سمعة كانت تحترق كي تضيء ما حولها، أنت رمز لرفض الإذعان والخنوع، أنت الرمز الثائر على الظلم الغاشم والمساند للقوى الحية التي تنشد واقعا أفضل. ومن الصعب الآن تعداد هذه المناقب. فالحاج محمد بن راضي أحد المؤسسين للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978، وقد ساهم في خلق إطارات جماهيرية تقدمية هادفة، ومن المؤسسين للحركة الاتحادية المناضلة، وقد كان مناضلا حقوقيا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي منتدى الحقيقة والإنصاف، وكان ذا إشعاع نضالي بمدينة الفقيه بن صالح إلى الحد الذي اقترن اسمه بجميع مناضليها الشرفاء من مختلف توجهاتهم. ومهما حاولنا تعداد مناقبك فإننا نبقى مقصرين في حقك، فنم مطمئنا يا بن راضي بجوار رفقائك الشهداء الذين أخلصوا لهذا الوطن وإننا على الدرب سائرون. الكلمة حضر معنا الآن أعضاء ديال المكتب التنفيذي ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وأحد رفاقه في النضال الأخ فلاحي، فليتفضل. أنا في الحقيقة متأثر بزاف، ما غيش متأثر لأنه بالنسبة لي الأخ بن راضي شي حاجة كبيرة بزاف عاد، ما كنتش نتفارق معاه، تيجي للدار البيضاء تيجي لعندي، جا للسبيطار وقع عندي، كيما كان ما عندي علاش، لأن عندنا واحد الماضي، عندنا واحد الماضي مشترك، كان في السجن وفي المحنة وفي الفرقة على العائلات والأصدقاء وحنا في السجن، ولكن كان في الغادي الله يرحمه، كان هو النوارة ديالنا. هو اللي ضحكنا، هو اللي خف علينا، ومشى هذا كيشعل على جميع المعتقلين اللي كانوا في الرابي، كيبداو يسمعوا الناس راه كاين جر الحبس من بني ملال للرباط، ولا في رباط الناس، ولا في قريفة، كيبداو يتضاربوا، يجوا من قريفة، يجوا من شي جهة للسبيطار، شي جهة للحكومة، عيب باش يريحوا مع الرابي، وراه كاين السبيطار لوين، ولكن عيب باش يريحوا مع الرابي، لأن كان تي هو اللي جابوه وجه علينا، ولكن جابوه وجه علينا بالنكته السياسيه
كنتي بوجهنينا بالصبر كتشوف بين اي شيء اكبر منك وصابر ومدوز ماشي اكبر منك تلعب اكتاب عواجي نحن ولا مدواز مع الحركة الوطنية مع ضد الديكتاتورية ضد يعني بغادي كان ديال الجميع وغدا غادي يسمعوا الناس أصدقاء ديالو ولا اللي قربوا لي من الضغط في المقارنة بعد غادي كلهم غادي أكيد غادي يجيو بغيطة لأنه صاحب صادق الجميع وكان فخارة المغرب وفخارة لبقي بن صالح حنا كنا نقولوا بقي بن صالح علاش نقولوا أنا برادي برادي هو اللي تيجبنا لبقي بن صالح برادي هو يعني برادي شي حاجة كثيرة شي حاجة كثيرة أنا سمعت له في الدار البيضاء جيت للمركزية شفت الأخ أمين قلت له غير غادي يجي والإخوة جاو معايا يعني قطع علينا واحد الضيم بعد على الإخوان ديالو منهم لقيت باشير توا كان جاي وخلينا نسيناه أنا كاع سيجي لهذا الله يرحمه ويرحم جميع المناضلين ويرحم جميع الشهداء ولا خير في أمة تذكر الشهداء ديالها والمناضلين ديالها الله يرحمه